الاستقامة عين الكرامة، لأن كل ثمار الدين وكل ما في الدين من سعادة وسكينة واطمئنان وتوفيق وشعور بالأمن وشعور بالتفوق وشعور بالفوز، وهذه الثمار الخطيرة والثمينة لا يقطفها الإنسان إلا إذا استقام على أمر الله. فبين الذي يستمع كثيراً ولا يطبق، وبين الذي يستمع ويطبق، بون شاسع. ماذا ورد في القرآن الكريم عن الاستقامة؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت الآية 30 يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعني ربنا الله هذه ليست كلمة قال، ولكنها بحث ذاتي، بحث طويل. الإيمان لا يتأتى بكلمة تقولها، ولكن ببحث ذاتي طويل تبحثه. فنهاية المطاف ونهاية هذا البحث ونهاية التأمل ونهاية التفكر ونهاية التدبر أن تقول ربي الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثمرتين من ثمار الاستقامة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقد يخاف الناس، وقد ينخلع قلب الناس لخطر داهم، وقد يقلقون، وقد يقهرون. أما ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المستقيمين بأنهم يتمتعون بشيئين: ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما فات. وهل من شعور يدمر السعادة الإنسانية كالخوف أو كالندم؟ إن من أمض المشاعر ومن أشدها إيلاما أن تندم على شيء فات وأن تقلق للمستقبل. ومن دون أن تستقيم، القلق والندم صفتان ملازمتان للمنحرفين، دائما يندم على ما فات ودائما يقلق لما هو آت. فالمستقيم كما وعد الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني تكونت قناعاتهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وهو الرب وحده. يجب أن تؤمن بأن الله هو الخالق، وأنه لا خالق سواه، وأنه هو الرب، وأنه لا رب سواه، وأنه هو المسير، وأنه لا مسير سواه. عبر علماء التوحيد عن هذه الحقائق بقولهم: وحدة الخلق، وحدة الربوبية، وحدة الألوهية. الآية الثانية في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الذي أتمناه على إخوتي الكرام أن ينزعوا من أذهانهم هذا المفهوم الخاطئ، المفهوم الساذج. كلما طالبتهم بالاستقامة يقول لك أحدهم: أخي أنا ماي نبي. ومن قال لك إن الاستقامة خاصة بالأنبياء؟ من قال لك ذلك؟ إليك الدليل القطعي، القطعي في ثبوته والقطعي في دلالته.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم فعل أمر يفيد الوجوب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية فقال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. كلما دعوت إنسانا إلى أن يستقيم رفع عقيرته وقال: أخي أنا غير نبي، لا تكلفني ما لا أطيق، هذا كلام فيه ضلال كبير وفيه زيغ خطير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لهذا هذه الآية وردت في سورة هود. لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود، يعني سورة هود، والذي شيب النبي فيها هذا الأمر الخطير: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك.